طيب نشوف بقى مع حضراتكم كمان الصحف العالمية قالت إيه النهاردة في المحترف. يلا نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية مع أسبانيا، وطبعا صحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت على الفوز المثير لأتلتيكو مدريد على حساب بورتو بنتيجة 2-1، وكتبت القليل من جريزمان كثير. كمان تحدثت عن فوز كبير جدا لبرشلونة 5-1 على فيكتوريا بيلزن وهاتريك ليفاندويسكي، وكتبت ليفاندويسكي يسخن لزيارة ميونخ. الصحيفة اهتمت كمان بإصابة كريم بنزيما وغيابه عن ريال مدريد لفترة قد تصل لشهر، وكتبت ريال مدريد يجب أن يتعلم العيش بدون كريم بنزيما. كمان اهتمت هذه الصحيفة بالأندية الأسبانية في مسابقة الدوري الأوروبي ودور المؤتمر ودوري المؤتمر الأوروبي. نروح لسبورت الأسبانية اللي ركزت كمان على فوز برشلونة 5-1 في بداية مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على فيكتوريا بيلزن، وكتبت عرض برشلونة. تحدثت نفس الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على بورتو 2-1، وكتبت جرينزمان يحسم في نهاية، وفي يعني ما بين قوسين يعني السكتة قلبية. طبعا حضراتكم عارفين ان جريزمان احرز هدف الفوز في الدقيقه بلس 97 بعد ما كان التعادل يعني هو سيد الموقف، لكن جريزمان بيحرز الهدف القاتل في الدقيقه 97 في نهايه المباراه. صحيفه كمان اهتمت باقاله الالماني توماس توخيل من تدريب تشيلسي، وكتبت تشيلسي يقيل توماس توخيل. طيب نسيب اسبانيا ونروح سريعا لفرنسا، تحديدا جريدة ليكيب اللي ركزت على هزيمة أولمبيك مارسيلي أمام توتنهام 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت أولمبيك مارسيليا يترنح. الصحيفة اهتمت كمان بهزيمة أولمبيك ليون أمام لوريان 3-1 في لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي. نطير لإيطاليا ونروح لجازيتا دي سبورت الإيطالية اللي ركزت على فوز نابولي الكبير والمثير على ليفربول 4-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت نابولي يعني أمي يعني ماما نابولي يعني هم فخورين جدا جدا، وكانت نتيجة كبيرة هنتكلم عليها بالتفصيل هنا في حلقتنا. التراجع الكبير جدا لليفربول، ولكن كمان نابولي قدم مباراة رائعة وقدر كمان يكسب بنتيجة كبيرة 4-1. اهتمت كمان الصحيفة بهزيمة الانتر أمام بايرن ميونخ 2-0، وكتبت انتر ميلان يا له من كبير من كليب آسف. الصحيفة كمان اهتمت بأخبار ميلان ويوفنتوس وبداية مشوار روما في دوري طبعا المجموعات بالدوري الأوروبي أمام لوجيديتش البلغاري، وكتبت مورينيو يقود روما في المنافسة الأوروبية. طيب هنسيب إيطاليا ونروح سريعا لإنجلترا، تحديدا ميرور الإنجليزية اللي كتبت كابوس في نابولي، وقالت إن نادي ليفربول ولاعبيه عاشوا كابوسا في مدينة نابولي بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق نابولي برباعية مقابل هدف وحيد. كمان أشارت الصحيفة إن النجم محمد صلاح لا يزال بعيدا عن مستواه المعهود خلال السنوات الماضية، يعني بعدما طبعا على لسان الصحيفة بعدما محمد صلاح لم يقدم أي شيء يذكر خلال المباراة، وعجز عن يعني وصوله إلى المستوى المطلوب وخروجه بعد مرور ساعة من أحداث المباراة. معانا اي سبورت كمان كتبت على غلافها كابوس نابولي يحطم ليفربول في ايطاليا، بينما توتنهام ينجح في العبور من مارسيليا. صحيفه جارديان يعني كمان يعني ثبتت وقالت ان طبعا وصفت نفس وصف الجريده السابقه، وكتبت كابوس ليفربول في نابولي.
الديلي ميل سلطت الضوء على خسارة ليفربول برباعية مقابل هدف من نابولي، كمان أشارت في غلافها إن جرهام طبعا بوتر هو الأقرب لتدريب تشيلسي خلفا للألماني توماس توخيل، وده فعلا اللي حصل منذ ساعات قليلة. طبعا بوتر هو المدير الفني الجديد لتشيلسي.